شرف عم المشوار المهم عم نسمعك عن بعد شريف اختي مراز ما راح اقول حكي بتعرفوه هنن كلمتين مريم الله يسلمها سبره بسبر بناتي لو رب العالمين طعمني ولاد حقك علينا اخي ابو شوال الاصول كان انك تكون معنا بقرايه الفاتحه فاتحه شو يا اختي ام العز انا جاي اقول كلمتين بوشه لغازي وفر كلامك ابو شوال انا اليوم كنت عند ابو العز وطلبت ايد مريم منه وهو وافق إيه اذا بتجيب المصحف وبتحلف عليه 100 يمين هذا الحكي ما بصدقه رح يجي يوم وطالع ابو العز من الحبس وساعتها رح حاسبك على هذا الكلام كلياتنا عم نستنى اليوم اللي يطلع فيه ابو العز من الحبس لنصفي الحسابات كلياتها بس عتبي عليك يا ام فارس كيف تقبل بهالجوازه وانت بتعرفي اخوك وعمايله وشوان زودت كثيرها انا ما بسمع لك تحكي معي ليش انت مين انت واحد واطي وقليل ناموس طلع برا ولك طلع برا سمعت هذا البيت له اصحابه وهن اللي بيحكوا وبعمرك ما رح تصير واحد منهم وشوان رو ما هيك بيصير حكي يا اخي طولوا بالكم يا جماعه احكوا برواق عود وكنا على يطاق حاجتك عن تريات مالك قدها لك شو عم يحكي لك؟ خلاص غازي بيك من شان الله يا جماعة هلأ مو وقت نتخانق مع بعض يا أخي عود غازي بيك عود يا أخي أبو شوال أنت واحد من العيلة وغازي بيك عسلامته وكل اللي عم بيعمله أنه عم بيحاول يطلع أبو العز من الحبس يا أختي أنا ما عم بتبلى حدا أنا شفت بعيني لك أنت واحد كذاب أول مرة بعت متعب ليقتل أبو العز بس الزلمة طلع آدمي وابن حلال وما قبل على حاله يغلط هالغلطة والله العليم يمكن أنت اللي مسيحه لأنه ما عمل اللي براسك أنا ما بعدته لمتعب وطالما بتعرف كل هذا الحكي معناتها بتعرف أنه تركي ليش تركي مين؟ مو زلمتك؟ وما بيمشي إلا على شورك؟ لو كنت راضيان عن كل شيء بيعمله تركي ما كنت ربطته على الشجرة ومين بعد تركي وقت عرس فاطمة مشان يقتل أبو العز؟ مو أنت؟ هذا الحكي كله كذب أنا ما بعد حدا يقتل أبو العز بعدين ما بعرف شو كان بينه وبين تركي بكره بس طالع ابو العز من الحبس بتسالوه كلكم يا ام فارس احكي لك كلمه انا اللي عم بحكيه مزبوط ولا لا ابو العز محبوس ورايح على المشنقة شو بدك يعني احكي مشان يطلع ابو العز بتجوزوا مريم لهالواطي انت الواطي ولك لك انا غسي بك بتعلق عم تحكي معي ارجع عم تمسك الجماعه من الايد ارجعوا طلبوا ناس مشاكل طولوا بالكم اول شيء ما هي معي بصير خلص كمان ابو العز محبوس وانتم عم تتخانقوا اكثر هو شو عم بيصير معه الله ما بيجوز مشان يا غازي بك الله يكرمك عود طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم والله ما هيك بصير التفاهم يا أخي غازي برحمة أبوك خلاص تركتوا أبو شوال يغلط بحقي وأنا ببيتكم اسمعي هالكلمتين يا أم العز مريم ما عاد بدي إياها ومشكلة أبو العز خلي أبو شوال يحلها عزو خذ لي طريق روق غازي بيك روق الله يوفقك يلا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ثاني بشوال